قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لك أنشطة داخل جامعة الأزهر كما صحيح. تحدثت معي قبل الهواء. ما رأيك لو تسمعنا مما كتبت؟ نعم، معي هنا قصيدة، قصيدة طويلة شوية، 30 بيت، ولكن إن شاء الله سأعرض عليكم بعض منها. وقد كتبتها قبل سنتين، وهي ثاني قصيدة أمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهي بعنوان تجديد العهد. لماذا هذا العنوان؟ لأن أولى قصيدة كتبتها في مدى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت عهدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنني سوف أمدوها في كل سنة بقصيدة جديدة. لذلك في السنة يعني التي تلتها يعني كتبت هذه القصيدة تجديدا لذلك العهد. وقلت في بدايتها يعني كعادتي في القصائد التي أكتبها وأمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المشايخ، أبدوها بالشكوى يعني عن حال الحال الذي أنا فيه، ثم أمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى وأتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأت هذه القصيدة بالشكوى، فقلت: من لي براق يداوي القلب ينجيه من الهلاك ومن غم يعانيه، من لي براق يداوي القلب ينجيه من الهلاك ومن غم يعانيه، فلم أذق شبعة ولا ارتويت ولا هنئت من مرقد في الليل أبغيه، مذ أن وعيت بأن الموت يطلبني وما وجدت سبيلا كي أفاديه، والجسم تثقله ما اقتنته يدي من الخطايا فأشقت كل ما فيه، والروح تابعة والجسم قائدها فأينما سار فالأخرى تحازيه، وهكذا قدت نفسي للهلاك ولم أجد من الناس من بالأمر أحكيه، وبعد يأسي من المخلوق عدت إلى بار البرية في ليل أناجيه، حتى أراني طبيبا سوف يسعفني في ليل مولده فصرت أقفيه. هكذا دخلت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قلت: يا لائمي عن حبيب صرت أتبعه، عم يا تبعية من دون تمويه، دعني ومن جاءنا بشرا ومرحمة ومنزلا داعيا من عند مصفيه، قبل الولادة جاء الرسل كلهم مبشرين بأن الرب يعليه، فجاءنا ليلة والكون يرقبه وكان يكبر والأملاك تحميه. هكذا وصلت عليه الصلاة والسلام. الله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سرى الحبيب إلى المحبوب في رجب، وجاوز الحجب والمحجوب تدنيه، حتى إذا قارب القوسين ذل له وكان مولاه ما يوحيه يوحيه، وبعدها عاد للأصحاب في سحر مبشرا قومه من عند مصريه. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أحسنت.